حياكم الله مشاهدينا الكرام. قال مراسل حلب اليوم أن الجيش الوطني الحر أن الجيش السوري الحر دمر دبابة لقوات النظام على جبهة تادف جنوب مدينة الباب. مراسلنا أشار إلى أن المعركة التي أطلق عليها اسم العزم المتوقد تمكن مقاتلوها من الاستيلاء على دبابة وعربة عسكرية للنظام على محور دغلباش بريف مدينة الباب. وينضم إلينا من ريف حلب الشرقي مراسلنا بدر كجك. أهلا بك بدر، هل أحرز الجيش السوري الحر أي تقدم على الأرض في جبهتي تادف ودغلباش؟ الجيش السوري الحر ومع ساعات الصباح الأولى أطلق هذه المعركة لدخول مدينة تادف على محور في محور ريف حلب الشرقي، حيث تمكن من الدخول إلى نقاط عديدة كانت تحت سيطرة قوات النظام، وتمكن من تدمير دبابة واغتنام آلية عسكرية تابعة لقوات النظام، فضلا عن أسر عنصرين بحسب القادة في الجيش السوري الحر والثوار الذين يعملون في المنطقة هناك في ريف حلب الشرقي وفي محور مدينة تادف بالتحديد. لا تزال المعارك مستمرة والاشتباكات عنيفة في محور بلدة تادف في ريف حلب الشرقي المحاذية لمدينة الباب، الاشتباكات ايضا في محور بلده دلغباش. تمكن الجيش السوري الحر والفصائل والثوار المتواجده هناك من تدمير عربه بي ام بي واغتنام اليه عسكريه ايضا على الجبهه هناك. ايضا هناك بحسب المعرفات الرسميه ان المعركه مستمره ولم يتم تحديد توقيت الفترة الزمنية لانتهاء العمل العسكري، كما لم يتم تحديد توقيت لانطلاقها. الجيش السوري الحر يزج في مقاتليه باتجاه الجبهات هناك على محور بلدة تادف في ريف حلب الشرقي. نعم، هل هناك أي تقدمات على الأرض؟ يعني هل هناك بالفعل مناطق سيطر عليها أم فقط خسائر لقوات النظام؟ نعم، مناطق أو نقاط عديدة تمكن الجيش السوري الحر من دخولها صباح اليوم، نقاط عديدة في بلدة تادف لم يعلن عنها بشكل رسمي إلى هذه اللحظة من قبل الجيش السوري الحر. ربما الساعات القليلة القادمة تكون كفيلة في الكشف عن هذه النقاط أو المناطق التي تمكن الجيش السوري الحر من الدخول إليها في محور بلدة تادف والمحاور الأخرى التي تشهد الآن أعمال عسكرية واشتباكات عنيفة في ريف حلب الشرقي. نعم بدر، هل هناك مواجهات بين الجيش السوري الحر وقوات قسد؟ نعم، قوات قسد قامت باستهداف الجيش السوري الحر أثناء توجهه إلى نقاط التماس الأولى مع قوات النظام. بالمقابل قام الجيش السوري الحر بالرد على مصادر النيران وقام باستهداف نقاط لوحدات حماية الشعب التابعة لقسد. الجيش السوري الحر يزج في مقاتليه الآن باتجاه الجبهات في محور بلدة تادف ومحور بلدة دلغباش مع إمكانية فتح محاور جديدة بحسب القادة في الجيش السوري الحر هناك. ايضا الساعات القليله القادمه ربما تكشف الامور او تتضح الامور اكثر امام الجميع. نعم، من ريف حلب الشرقي مراسلنا بدر كجك، شكرا كثيرا لك. قال المركز السوري للإعلام وحرية التعبير إن الأمن الفرنسي في باريس اعتقل القيادي السابق في جيش الإسلام مجدي نعمة المعروف باسم إسلام علوش على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب. المركز أوضح بأن وحدة جرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس افتتحت أول تحقيق فيما أسماه بالجرائم الحرب التي ارتكبها جيش الإسلام والذي كان يعمل في الغوطة الشرقية. يذكر أن إسلام علوش هو الذي شغل منصب المتحدث باسم جيش الإسلام كان قد أعلن منتصف عام 2017 استقالته من الجيش. نهاية الموجز مشاهدينا الكرام، دمتم بخير وإلى اللقاء.